أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يكفر المعين إذا أتى ناقضا من نواقض الإسلام العشرة، ومن يكفره بذلك؟ تكفير المعين من أتى فعل الكفر أو نطق بالكفر غير مكره فإنه يكفر ونحكم عليه في الظاهر، أما الباطن فنكل أمره إلى الله، إلا إذا كان جاهلا مثله يجهل فنبين له، فإن أصر فإنه يكفر. إذا كان جاهلا ومثله يجهل، جاي من بلد بعيد ولا يدري إن هذا كفر ولا أن هذا شرك، وبينا له فقبل الحمد لله، ما قبل نحكم عليه بالكفر بعد البيان. أما إنسان يعيش بين المسلمين ويدرس في مدارس المسلمين وبيوت المسلمين ويسمع القرآن وبعد ذلك يرتكب ناقض من نواقض الإسلام، هذا لا شك في كفره لأنه غير معذور. نعم.